السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم عندي في فيديو جديد، اتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. اليوم جيتكم بوصفه جديده. اليوم غندير معكم الشعريه السفه المدفونه. كاين اللي كيقول ليها السفه المدفونه، وكاين اللي كيقول ليها السفه المردومه، كل واش كيقول ليها. ودابا تابعوا معايا المقادير، غادي نمشي معكم بخطوه بخطوه. عندي البنات هنا الزيت، غادي ندير من هذا. غندير شويه من البلديه، عندي هي هنايا بصله كميه كبيره تلقى. كتشوفوا قرب لكم تشوفوا مزيان. ودابا غنخليو البصله تشحر. نجيب الطغلاقه ماشي غلاقه. الغوطه دابو خليو البصله تتشحر ورجع معاكم. دابا البصله عندنا هي تشحرات هبطات، اللحو الدجاج اللي عندنا كله على القدر ديال الدجاج ديالو. انا غندير هاد الكميه. ندير هاد الربيطة ديال الكزبر، غنخليها هكا. غادي ندير فص تاع الثوم، عندي البنات هنا معلقة ديال القرفة مذوبة، وعندي هنايا العواد ديالها. كاين اللي تيبغي يدير العواد بحدهم يدير العواد بحدهم. عندي هنايا واحد الكنوره ديال الزعفران. صافي عندنا اليوم الشتاء والرعده، الا كنتو تسمعوها دابا راه كت خدامة كتصدع فينا. عندي البنات الملحة على حسب الذوق، انا عزيز عليا ندير الملحة بيدي باش نعرف شحال كندير، كل واحد على حسب الذوق ديالو. الملعقة انا لا درت بالملعقة الملحة، اما الملحون ما نخليه مسوس. نكملو التوابل. انا عندي البزار البنات كما كتشوفوا، بالنسبه للمبتدئات اللي البنات اللي يلاه كيبغيو يطيبوا كيبغيو يتعلموا، عندي هنا الخرقوم.
نشكين جبير، ملعقة صغيرة لكل الحاجة. وهنا غنخلط التوابل كاملين، نخلطو ديك البصلة، كما كتشوفوا البنات كتشحر السفه هي عندنا. من بعد نشحروا هذا ونديروا ليه الروا، غادي ندوزو نصايبوا السفه. رجعنا البنات نشوفوا باش نرويو. هانتوما كتشوفوا كي جا، انا غادي ندير ليه الماء، غادي نروي بالماء سخون. الماء اللي غيكفيكم البنات اللي غيطيب الدجاج وغيطيب ديك البصله وكل شيء، ما تزيدوا ما والو. راكم عرفتوا الدجاج راه دغيا كيطيب، ما كيشدش الوقت. دابا غنسدو عليه وندوزو للسفة. ودابا غنجي فاش نخدمو السفة معاكم، غادي نجيب هذا وغادي ندير فيه هاد السفة، القدر تاع السفة اللي بغيتو نتوما، انا غادي نديرها غنكتفيها بهذا. غادي نبسبسوها بشويه الزيت، وندور شويه. انتم كتشوفوا هكا بالزيت، بعد ما بسبست هذه بالزيت كنجيبوا الكسكاس ديال وكنديروا فيه السفه ديالنا. هو ما كندير لا ما لا والو، دابا الزيت الا تبعتوها البنات هاد الطريقه، الا تبعتوها ما غتخافوش على السفه وتقولوا غادي تعجل لكم ولا شي حاجه. غادي نديرها لكم، نبسطها لكم ودغيا كطيب في اسرع وقت. ودابا غنغطيوها، غنغطيوها البنات، غنغطيوها ونخليوها طيب، من بعد نرجعوا معكم ملي تفور غادي نرجع نوريكم كيفاش غندير ليه. ودابا البنات غادي نحيدوا السفه ديالنا كما كتشوفوا، غنحيدوها تشوفوا الا يكون خاصو شي حاجه تاع الروا. سدو عليه ونخليوه يطيب. ودابا غندوزو للطريقه اللي قلت لكم، دابا تابعوا معايا. انا غادي نجيب الماء بارد، عندي الماء بارد البنات، وغادي نكبو مباشره على السفه ديالنا. غادي نزيد
غادي نزيد الماء تنغطيه ما تسمعوش مع الماء ديال الروبوني هكما ونخوي تنغطيها كما كيتدفي هانتوما البنات خويت تا ولات مخبيه عندي السفه هنا مخبيه ديروا فيه شي اناء واسع باش يدير لكم بغيتو تخويو السفه ديريكت هنايا من بعد وصفيوها ديروها ماشي مشكل انا مع سميتو قلت زكا خليها هنايا ودابا غنخليوها هنايا حتى الاخر ونوريكم الشكل كيفاش تتولي غنزيد لكم تشوفوا الشكل ديالها دابا هانتوما ومن بعد غنوريكم كيفاش ولات هاد الطريقه البنات دغيا كتسهل عليكم الامور ديال الطياب ديالها بلا ما تبقاو تفوروا وتعاودوا تفوروا وتعاودوا شحال من تفويره هذه كتسهل الوضعيه دغيا كطيب السفه عندنا ودابا البنات اجي نشوفوا السفه كي ولات عندنا ها هي غادي نصفيها البنات ونوريكم الشكل ديالها البنات كي رجعت عندنا السفه شتيها ولات نفخات وبياضت شتي كي بياضت ماشي كيما في الاول غنوري نقرب عليكم باش تشوفوا مزيان كيفاش بياضت ودابا غندوزو باش نديروها ثاني تفور تابعوا معايا هنا البنات غنزيد شويه ديال الملحه شويه قصه ديال الملحه باش ما تجيناش مسوسه وغنزيد شويه ديال الزيت البنات ديك الزيت اللي درنا قبيله راه مشات مع الماء زيد شويه وصافي كنحركها بحال هكا كما كتشوفوا نمشي على الضوء على حساب الشتاء راه تتصب عندنا والظلمه الا طفيت الضوء غادي ما يبانش لكم شتي كما كتشوفوا شوف كيبان داكشي باش مشعل الضوء ودابا غنديروا الفور غنجمعوا لها الطرف ديالها باش نغطيوها نغطيوها البنات بميكا تكون نقيه بحال هكا وكنغطيوها ثاني بالغلاقه ديالها ونخليوها تفور خليها تفور ومن بعد نرجعوا ان شاء الله نكملوا الطريقه ديالنا شوفوا البنات الفرا هو طلع عندنا عندو الميكا كما كتشوفوا كي
جات. شوفوا البنات محلوله من الديبار. ها ما تخافوش عليها. ودابا سخونه غادي نكبوا عليها الماء بارد. غادي نوليو نكبوا عليها الماء بارد باش تشرب. هانتوما كتشوفوا بحال هكا. كبوا عليها الماء باش تشرب. غير كتكون هانتوما البنات كيف تشوفوا ها هي شربات. كتكبوا غير شويه بشويه ديال الماء، ماشي غادي تكبوا اكثر من القياس، اكثر من غير اللي تشرب، ماشي بحال الاول. ودابا غنشوفوا البنات الدجاج. شوفوا الدجاج، الدجاج عندي البنات طاب، خاصني نحيدو، ما غاديش نكب الماء. غادي نضطر نحيدو البنات الدجاج وكح هو هذاك. هانتوما كتشوفوا كي شوف كيفاش راهو كح، ما غاديش نزيد الماء حيت الا زدت الماء غي كلشي غيبسال. غادي نحيدو وغادي ندير شي طنجره اخرى باش نكمل الصفه. ندير واحد المعلقه ديال العسل على حساب كل واحد تيبغي الذوق ديال العسل ولا ديال ولا المعلقه ديال سنيده ولا اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. انا غادي ندير العسل، نفضل ندير العسل وكل الذوق ديالو. كاين اللي ما كيبغيش ني السكر يقلل منه يدير الحلاوه غير شويه. اصلا السفه كتبغي الحلاوه، هذه ديال اي سفه اصلا تتبغي الحلاوه، وهذه حتى هي كتبغي الحلاوه. انا غادي نوريكم زيد شويه في البوطه، نساليو مع هذا ونرجعوا للسفه ديالنا. مع شعل الضوء البنات كيبان داكشي ضاوي بزاف. شوفوا الظلمه اللي عندنا، شي كيما بقاتش كتبان حتى حاجه. داكشي باش مشعل الضوء الرعده. صافي عندنا الرعده ومضبوا هاد الدنيا. نشعلوا الضوء. ودابا البنات غير تيمشي ويجي معنا داك العسل وتنحيدو الطنجره ديالنا. وكنضطرو نديرو وحده اخرى باش نكملو الطفوار. انا درت كاميله اخرى البنات، والكسكاس نفس الكسكاس نيت. انا غادي ندير هذه هي الطفوره الثالثه، احسبوا معايا. راه مشات طابت البنات، هانتوما كتشوفوا غادي وقت بياض، راه بياض كاع من الاول. ودابا غنغطيوها وغنخليوها تفور كيما العاده.
نتلاقاو ان شاء الله. شوفوا البنات السفه ديالنا اللي طابت. كما كتشوفوا غادي نتفاو عليها. وغادي نسخنوا المرقه ديالنا اللي درنا قبيله وحيدناها. ودابا البنات انا كنسخن بعد ما سميتو فركت الدجاج ديالي، ها انتما كتشوفوا فيه. غادي نخوي هنا نخويو على داك الشويه داك المريقه اللي بقات عندنا، وغادي نديو فيها ونجيبو تندمج معانا كلشي. كما كتشوفوا غنحيد هاد العود ديال القرفه. سمعوا الرعدة البنات، راه باركة تغني فوق روسنا. ودابا يلا وندوزو نصايبو السفة ديالنا. هانتوما البنات، انا خديت هاد المول هذا ودرت لي هاد الكارطة هادي ديال الفورنو باش نفرش، ومن بعد ما غاديش تلصق ليا. كما كتشوفي شوفوا عفوان طاريت، انا غادي نقدمها في هذا باش نديرها في الطبسيل. نقادها كاع متساويه، وعندي المريقه هنا البنات هانتوما كتشوفوا فيها كيفاش جات معسله. وغادي نديرها الوسط البنات. كل ما حيدتها نصيبها محروبه، كل ما حيدتها قبيله معاكم. راك شفتوا البنات، راه ثلاثه التفويرات اللي عقب درت، راك شفتوا تبعت معاكم الطريقه خطوه بخطوه. بعد ما تفرشوها البنات بحال هكا كامله، كاين اللي كيبغي البنات يدردر هنايا الزبيب ويدردر سميتو كوكا ولا اللوز ولا كيقطع التمر طريفات وكيديرو هو الزبيب. انا بالنسبه ليا انا ما غنديرش حيت ولادي ما كياكلوش هذاك الشيء. انا غادي نخوي الباقي، انا غنحاول نزينها من الفوق باش يصيبوا يحيدوا الا بغاو ياكلوا. على حسب كل واحد كيفاش كيزين. زين كذا يبقى على حسب الذوق كل واحد، كل كيفاش غيزين كل وكيفاش
كيعجبو. كاين اللي كيدير هذاك المول المربع، انا درت هاد الضي. ودابا غادي نزين. عندي هنا كاوكاو، باش بغيتو تزينو البنات زينو، ماشي ضروري بهذا الشيء اللي غنزين انا. كل اللي بغى يزين بشي حاجه غيزين بها. انا كاقتراح لكم غادي نوريكم طريقتي انايا. تيقول لك اللي ما كالي تفنن. عندي البنات هنا الزبيب، ما درتوش في المرقه على حساب كما قلت لكم ولادي، انا غادي نديروها هنايا اللي بغاه. بالنسبه للمقادير البنات، غادي نحط لكم المقادير في صندوق الوصف. بالنسبه للمبتدئات اللي بغى يعرفوا مزيان التفاصيل، ولا كيفاش تيبغي يتفنن. هانتوما كتشوفوا البنات، انا غادي نحدد الاطار ديالي. علاش البنات درتو في هذا باش تحيد ليا بسهوله؟ هانتوما كتشوفوا كيفاش جا. هانتوما يا انتم ما تشوفوا هاي هادشي باش تشوفوا مزيان. هانتوما كتجي، غنقرب لكم هانتوما. انا قدمته هنا في هاد السوينيه هادي، عطات المنظر نيت جميل. عرفت الطباسل ما كيجيش فيهم داكشي المربع هكاك مضايق. عفوا حنا راه خالعانا الرعده، الرعده راه خالعه منا، راه باركه كتقاقي. هذا هو الشكل النهائي البنات، انتم كتشوفوا فيه. والتزيين كيبقى على حسب الاختيار كل واحد، كل واحد باش يبغي يزين. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو هانتوما يا، نتمنى نوريكم طفينا الضو باش نوريكم شكل مزيان، حيت الضو كيجيب التصوير ما هواش. نتوما كتشوفوا السفنه
فيلم مدفونه بريستيج، هادي قدمها للضياف ديالك وما تحشميش، تحمر لك الوجه. ها انتم يا واللي عجباتو الوصفه ديالي واللي عجباتو هاد الوصفه ديال اليوم ما ينساش يدير لينا لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك معنا في القناه. وفرجه ممتعه وبصحه والراحه، والفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.